طيب الحلوين مع تاني ماسك النهاردة ان شاء الله كله فيتامينات، كله نضارة، كله حيوية ان شاء الله. النهاردة هنعمل ماسك لتوحيد لون البشرة وتخفيف الهالات السوداء، وتعالوا نشوف بيتكون من ايه. هنكون معانا نشا، وهيكون معانا بطاطساية متوسطة الحجم كده، وهنسلقها وهنهرسها في طبق، وهيكون معانا عسل نحل ابيض. هنجيب المكونات بتاعتنا، هناخد مقدار معلقة بطاطساية، تمام، وهناخد عليها معلقة نشا، وهناخد معلقة عسل أبيض. الماسك اللي معانا كله فوائد، العسل طبعا كله فيتامينات، والنشا بتعمل على تفتيح البشرة، والبطاطس برضو معانا بتعمل على توحيد اللون. هنعمل الخليط معانا، بس هو المفروض هنحط معلقة كبيرة من عسل النحل عشان القوام يكون متجانس. هنخلط مع بعض، لحد ما تحسي ان القوام خلاص بقى متجانس. النشا كل ما هتفرديها على البشرة هتحسي ان هي واحدة واحدة بتشد لحد ما تنشف كده. الخليط بتاعنا بقى كويس جدا، تقدري برضو تفرديه وتحطيه على البشرة لمدة برضو 20 ثانية. كله فيتامينات، كله فيه توحيد لون بشرة، فيه تفتيح، فيه ترطيب جدا، لان العسل الابيض بيعمل على ترطيب البشرة. هو كده جاهز معانا ان احنا نحطه على البشرة لمدة 20 ثانية، وبعدها برضو هنشطف الوش بالماء الفاتر وننضفه كويس جدا. وبعد كده هيفضل معانا بطاطس، طبعا مش هنرميها. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب عيش وناكل عشان يبقى فيتامينات. ما تنسوش عشان نبقى اكلنا معاكم عيش ومال، لايك للفيديو، اشتراك في القناة، اللي ما اشتركش يشترك، واستنونا الفيديو الجاي.